الأشياء اللي لفتت انتباهي شيء كاتبه مواطن اسمه الدكتور بشار شريف، كتب شيء عبارة عن مجموعة من الملاحظات اختصر فيها المشهد من وجهة نظر متوازنة وعقلانية، وصراحة عجبني اللي كتبه. فتواصلنا مع الدكتور بشار شريف وهو عميد كلية الأداب والإنسانيات في الجامعة الأردنية، عفوا الجامعة الأمريكية للعلوم الإنسانية، ويعني من لغته من كتاباته مبين يعني إنسان راقي إنسان متزن، وحبينا نسمع منه وجهة نظره على الهواء مباشرة. ما رح أقرأ لكم إياها. فأرحب وإياكم بالدكتور بشار شريف. صباح الخير يا دكتور. صباح الورد. الله يعطيكم العافية دكتورنا. مرحب دكتور. أنت كتبت شيء بلخص المشهد أو من زاويتك من رؤيتك أنت لمشهد المدرس اللي بيضرب الطالب، هذا المشهد اللي أذانا جميعا بالعموم. معلش دكتور اللي كتبته تلخص لنا إياه أو شو اللي أنت حاب تحكيه كنت؟ طيب سيدي، أول شيء الله يصبحكم بالخير جميعا وأشكركم على هاي الاستضافة وعلى هذا البرنامج الراقي أستاذ. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا. ابتداء سيدي يعني أنا أتكلم معك من الميدان، يعني أنا 17 سنة في التدريس سواء المدرسي أو الجامعي، فيعني لست منظرا وإنما أتكلم من الميدان وأعرف الميدان جيدا. ممتاز سيدي العزيز. في إشكالية ابتداء في نظرة الشارع وتعامل الشارع مع هذه الحادثة، يعني جزء من الشارع يتعاطف مع المعلم ضد الطالب وجزء من الشارع يتعاطف مع الطالب ضد المعلم. صح. وبالتالي أصبحت نظرة الشارع بناء على هذه الحادثة نظرة ثنائية، وكأنه إحنا نتعامل مع طرفي نقيض، المعلم والطالب، وهذه النظرة فيها إشكالية كبرى. إحنا ما نتعامل مع ساحة معركة، يعني المعلم هو رايح مدرسته مش رايح يحارب، ولا الطالب اللي رايح مدرسته رايح يحارب. الطالب رايح يتعلم والمعلم رايح يعلم، وبالتالي نحن لسنا في ساحة معركة حتى نقف مع المعلم ضد الطالب أو مع الطالب ضد المعلم. برافو عليك. يعني لا يتصور أن نكون مع المعلم ضد الطالب أو العكس، من كان مع الطالب فهو مع المعلم ومن كان مع المعلم فهو مع الطالب تلقائيا. صحيح. لذلك مبدئيا النظرة الثنائية بهذه الطريقة من قبل الشارع ونصير فريقين، فريق مع المعلم وفريق مع الطالب، هذه نظرة بحد ذاتها فيها إشكالية حقيقة من أبناء المجتمع. كويس. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، كما أننا نرفض العنف الموجه من قبل المعلم نحو الطالب، فإننا نرفض أيضا إساءة الأدب من الطالب ضد المعلم، لأنه إحنا بالنهاية بدنا نعالج القيمة، بهمناش الآن مين الشخص اللي اختلت عنده القيمة، إحنا بهمنا القيمة. طبعا دكتور للتوضيح عشان الناس ما تقول إنك أنت بتتهم الطالب بأنه أساء الأدب، أنت بتحكي بالعموم. بالعموم عام. أنا بتكلم بشكل عام بالعموم. كويس تمام. أنا لا بعرف الطالب ولا بعرف المعلم، يعني ما عندناش وما شفنا المشهد كيف صار من أول، فإحنا نحكي بالعموم. كويس. ظروف وملابسات المشهد بشكل عام ما عندنا تفاصيلها، لكن نحكي بشكل عام. كويس. يعني إحنا الآن لما نقول في عنف من المعلم يرفض هذا العنف، كذلك يرفض سوء الأدب من الطالب أيا كان الطالب وأيا كان العنف من المعلم. كويس. المسألة الأخرى سيدي العزيز، إحنا الآن لما بدنا نتكلم عن رسالة التعليم أو مهنة التعليم، الواقع ينبئنا أنه جزء من الذين يعني يشتغلون في التعليم دخلوا هذه المهنة عن غير رغبة، وبالتالي دخلوا غصبا عنهم، يعني معدلاتهم التوجيهية. جزء كبير دكتور ولا جزء صغير هذول اللي دخلوا من غير رغبة؟ مش فاهم. جزء كبير ولا جزء صغير؟ يعني هم الندرة حتى أكون دقيق. لا من خلال نظرتك وملاحظتك، هم الندرة ولا هم الغالبية مثلا؟ والله إذا بدي أحكي هيك بنظرة عامة غير دقيقة في إنجاز التعبير بقول غالبية. لأن الظروف الاجتماعية والمادية للتعليم أو لمهنة المعلم لا تشجع الناس أن يقبلوا عليها، وبالتالي ما في رغبة. الآن اللي دخل هذه المهنة بلا رغبة بسبب معدله اللي دخلوا تخصص مثلا فيزياء أو كيمياء أو رياضيات أو عربي أو وبالتالي مصيره في النهاية يكون معلم، هو داخل على تخصص ربما لم يرغبه، وهذا التخصص وداه على مهنة هو مش حاببها. أيوة. فأنت لك أن تتخيل نفسية هذا الشخص اللي هو دارس تخصص مش عاجبه، اللي جاء غصب عنه يدرس، ودته على مهنة بالضبط هو مش حاببها، فهذا كيف بيدخل على طلاب، خاصة إذا شاف ظروف المدارس وبالذات المدارس الحكومية بلاقي 45 إلى 50 طالب بالصف من بيئات مختلفة من ظروف مختلفة، كل هذه الضغوطات يعني ما بتخليه يتعامل مع الموضوع إلا بشكل يعني فيه نوع من العصبية وفيه نوع من الضغط النفسي وما إلى ذلك. وبالتالي إحنا سيجد أنه بجوز الحل لمثل هاي المشكلات اللي بتواجهه في الغرفة الصفية، سيجد أنه الحل في العنف، يعني لأنه أصلا هو مضغوط نفسيا من الظروف اللي جابته لهاي المرحلة، وكل هاي المعطيات لا تؤدي إلى المشهد الذي رأيناه ولا نحب أن نراه. يعني هذا هو نموذج يعني. لكن أنا والله يعني حاب أعلق على بعض النقاط اللي أثروها بعض الناس المعلقين. أنت ذكرت المقالة، أثاروا بعض الناس المعلقين أنه
يا أخي إنه هذا الجيل أصلا بيزبطش معه غير هيك، وهذا جيل متمرد وهذا جيل متنمر وإلى آخره. وأنا حقيقة أتحفظ على مثل هذه الأمور، لأنه هذا اتهام لجيل بأكمله، زائد إنه هذا الجيل هم بالنهاية أبنائنا وأبناء المعلقين وأبناء المعلمين نتاج تربيتنا هذول، وهم نتاجنا. بالإضافة إنه من خلال مشاهدتنا إحنا ومعايشتنا للمهنة نجد إنه بتلاقي بالصف مثلا 30-35-40 طالب كانوا منضبطين في حصة من الحصص وماشيين مع أستاذهم وبتبعوا وبكتبوا اللي على اللوح وإلى آخره. طلع الأستاذ سين، دخل الأستاذ صاد، وإذ بالطلاب نفسهم تحولوا وأصبحوا يعني مثيرين للفوضى والشغب و لا نحن هون بنسأل شو اللي تغير؟ طب هم الطلاب هم والمكان اللي هم فيه هو ليش كانوا منضبطين بالحصة الأولى ثم أصبحوا فوضويين بالحصة الثانية؟ هل يعقل إنه كانوا مؤدبين بالحصة الأولى ثم بالحصة الثانية صاروا قليلين أدب مثلا؟ هم بجوز دكتور خلينا نحكي بطريقة أخرى، كانوا خايفين بجوز مش مؤدبين. لا يا سيدي احنا يعني معلش يعني أستاذ شخصيته قوية وأستاذ شخصيته ضعيفة، ممكن هيك تفسرها مثلا. شخصيته قوية يا أستاذ طارق، شخصيته قوية لا تعني إنه أنا أخاف. شخصيته قوية ممكن فرض علي احترامه بشخصيته. الاحترام يفرض ولا يستجدى، وبالتالي ما في حدا اليوم، الجيل اليوم ما بيخاف، يعني خلينا نكون واضحين. جيل اليوم ما بيخاف، الآن جيل السوشيال ميديا والإنترنت والثقافة صارت عالية، وهي جيل القصص اللي كانوا يحكونا يا زمان كنا نشوف الأستاذ في الشارع ونهرب لشارع ثاني، هذا جيل انتهى وزمن انتهى وأصبح من الأساطير إذا بدك تطبقه على أرض الواقع الآن. جيل اليوم لا يخاف، لكن هذا الجيل الذي لا يخاف كان منضبط بحصة فلان لكنه أصبح فوضويا بحصة فلان. شو القصة؟ القصة إنه الفلان اللي تغير مش الطالب اللي تغير، وبالتالي اللي فلان الأول كان عنده من القدرة من الأساليب ما جعل الطالب ينضبط معه ويستمع إليه، بينما الآخر لا يملك هذه الأدوات. وأيضا أنا كمعلم أو كوزارة التربية والتعليم أو كنقابة معلمين يجب أن تكون معنية في إحاطة المعلمين بالمراحل العمرية والمتغيرات التي تحصل للطالب في هذه المراحل. دكتور هل ترى وأنت صاحب خبرة يعني في هذا المجال أن وزارة التربية والتعليم تقدم تدريبا كافيا لأساتذتها ومعلماتها؟ لا طبعا ما بتأهلهم قبل دخول الغرفة الصفية. لا هو الآن بقدم لديوان الخدمة المدنية وبناء على شهادته وتبعت الجامعة بدخل معلم، بيعرف يدرس ما بيعرف يدرس، بيعرف يتعامل مع الطلاب، يعني دبر حاله. بالنهاية كأنها بتقول له روح دبر حالك. زائد أنه موضوع يعني قوانين الانضباط المدرسي وهي قوانين جيدة لكنها غير مفعلة اللي تمارس في حق الطالب. طيب دكتور عشان أنا أدركني فاصل ملخص القول في جملة واحدة دكتور. سيد العزيز يعني صعب أجمله بجملة واحدة لأنه عندي حكي كثير، لكن إجمالا الضرب ليس أسلوبا تربويا، حتى اللي بيحكي أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الضرب عند العاشرة الحديث المشهور، يعني لو سلمنا أنه الضرب هو المقصود هو الضرب البدني فنحن نعلم أنه عبارة عن شكل تأديبي له أثر نفسي بعد استنفاد كل الطرق التربوية، يعني علموا أولادكم الصلاة أبناء سبع واضربوهم على 10، يعني في 3 سنوات من الصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فاللي بيقول أنه هذا أسلوب تربوي نبوي هذا إن سلمنا أنه المقصود الضرب البدني، لأنه في اللغة كل ضرب لها نعم دلالات متعددة جدا أحيانا تكون خارج الضرب. لكن أنا من وجهة نظري وبعد يعني خبرتي في هذا المجال، الضرب والله حقيقة يعني وسيلة خاطئة ووسيلة حارقة لصاحبها إن كان معلما. كل الاحترام والتقدير، وليوم الأيام دكتور من دردش يوم بالاستوديو أكثر مستضيف حضرتك بحلقة كاملة، كلامك عجبني حقيقة، عميد كلية الأداب والإنسانيات في الجامعة الأمريكية العلوم الإنسانية دكتور بشار شريف، كل الاحترام دكتور بشار، شكرا جزيلا، الله يعطيكم العافية.